قال الله عز وجل في سورة الزخرف: ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون. ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون. فقهك، فهمك لأسلوب العرب في كلامها يعينك بعون الله على معرفة معنى كلام ربنا جل وعلا. تأتي كلمة منكم أو الحرف من أحيانا بمعنى بدل، بمعنى بدل، حتى تفهم الآية الآن قبل أن أأتي لشرح الآية إيمانيا وعلميا. ثم شاعر اسمه عنترة بن عروس أو معرس، وهو مولى لبني ثقيف، له بيت مشهور يستشهد به النحاة على اللام المقحمة التي كان حقا أن تأتي في المبتدأ فجاءت في الخبر. هذه صناعة نحوية لا علاقة لك بها، لكنه قال في البيت، يكثر النحويون من الاستشهاد به، قال: يذم امرأة قال: أم الحليس لعجوز شهربة ترضى من اللحم بعظم الرقبة. أم الحليس هذه امرأة لعجوز شهربة، يعني متقدمة في السن طاعنة، وأراد أن يبين كيف أنها طاعنة متقدمة في السن، أراد أن يبين كيف أنها متقدمة طاعنة في السن، فقال: أم الحليس لعجوز شهربة ترضى من اللحم بعظم الرقبة. الآن عظم الرقبة هذا لا يؤكل، لا أحد يفضله، فقوله ترضى من اللحم بعظم الرقبة من هنا بمعنى بدل، بمعنى بدل، معنى البيت ترضى بدل اللحم بعظم الرقبة، مما يدل على أنها خرفت تقدمت في السن، تقبل أن تأخذ تترك اللحم وتأكل عظم الرقبة. موضوع الشاهد منه ما هو؟ أنه من هنا بمعنى بدل، واضح الآن؟ ترضى من اللحم بعظم الرقبة، أي ترضى بدلا من اللحم بعظم الرقبة، واضح الآن؟ لأن الله جل وعلا قال: إنا أنزلناه قرآنا عربيا، وسيأتي درس بهذا المعنى، ظاهر الآن؟ الآن نأتي للآية. قال رب العزة: ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون. ما معنى منكم ملائكة في الأرض يخلفون؟ هكذا الآية هي: ولو شئنا لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون، أي بدلا منكم ملائكة في الأرض يخلفون، هذا معنى الآية، بدلا منكم ملائكة في الأرض يخلفون، واضح؟ هذا المعنى العام للآية، لكن نحن فسرنا هذه الآية في دروس سبقت، لكن لماذا أتينا بها هنا؟ لأمر ربما يحتاجه الناس الآن. من زعم أن الملائكة بنات الله، ومن زعم أن المسيح ابن الله، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا، بما تعلقوا؟ يعني لماذا قالوا الملائكة ولم يقولوا الجن؟ لما قالوا المسيح ولم يقولوا موسى؟ لابد أن تعلقوا بشيء، واضح الآن؟ الذين قالوا إن الملائكة بنات الله قالوا السماء، فلو لم يكونوا حسب زعمهم تعالى الله ما يقولون، لو لم يكونوا بنات الله لما سكنوا أين؟ لما سكنوا السماء. والذين قالوا إن المسيح ابن الله تعالى الله عما يقولون قالوا إن عيسى عليه السلام خلق من غير أب، ولو كان لو لم يكن ابنا لله لما خلق مثله مثل غيره من أب وأم، واضح الآن؟ تعلقوا، تعلق كل فريق منهم بشبهة، واضح؟ فالله عز وجل يرد عليهم، قال في حق عيسى ما بيناه في دروس سبقت لا حاجة للإعادة، لكن قال عن الملائكة: ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون. يعني أن كون الله جل وعلا قضى وقدر أن تكون الملائكة في السماء لا يعني ذلك أن لهم من خصائص الألوهية شيء، ولا أنهم بنات لله، بدليل أن الله قادر على أن يجعل الملائكة يسكنون أين؟ الأرض، وأنتم بنو آدم تسكنون السماء. ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون، يعني يخلفونكم في المكان، فيصبح الملائكة يسكنون في الأرض وأنتم تسكنون في السماء، فلا سكناكم في السماء تجعلكم أبناء لله، ولا سكن الملائكة في السماء تجعلهم بنات لله، واضح الآن؟
فهذا مما ألزمتم أنفسكم به ولا ملزم به. ألزمتم أنفسكم به ولا ملزم له. واضح الآن؟ هذا المقصود من الآية معنى في الرد على من قال إن الملائكة بنات الله تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. والله عز وجل قال اصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون.